الخير، جلستنا اليوم الجلسة 12، يعني هي آخر جلسة بالمادة، والفصل السادس هو مخاطر المصارف الإلكترونية، هو آخر بحث بالمادة. أوكي، إذا طبعا اليوم ببحثنا بدنا نتعرف على ما هي أبرز المخاطر اللي بتواجهها المصارف الإلكترونية. هل هي نفسها للمخاطر المصارف اللا إلكترونية أم هناك اختلاف؟ طبعا ما هي التحديات التي تواجه هذه المصارف، وبالتالي المخاطر نشأت عن هذه التحديات، وأيضا رح نتعرف بقى على مجموعة المخاطر اللي بتواجهها المصارف مثل مخاطر عمليات، أعمال، ائتمان، سيولة. بنلاحظ في تكرار للبعض، لكن رح نشوف أنه الأولوية أو الترتيب في هذه المخاطر رح يختلف من مصرف لا إلكتروني لمصرف إلكتروني. وطبعا كل نوع من المخاطر رح نتعرف له، رح نتعرف على ماذا يجب على المصرف العمل بشأن هذه المخاطرة. آخر شيء إرشادات عامة لمعالجة مخاطر المصارف الإلكترونية. طبعا بالرغم من الفوائد الكبيرة اللي حققتها نظم المدفوعات الإلكترونية، اللي هي تعتبر كانت من أهم الأنشطة اللي ساعدت بتطوير التجارة الإلكترونية، وأيضا طبعا التجارة الإلكترونية اللي كانت هي الأساس اللي تم على أو اللي كان العامل المشجع والأساسي بتحديث الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية. طبعا المدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية فتحت مجالات عمل جديدة للمصارف، وطبعا مو بس مجالات عمل، وأيضا اتساع بالأسواق في يعني توسيع الأنشطة والخدمات والمنتجات الجديدة، وهذا الشيء ساعد البنوك بتقوية مراكزها التنافسية طبعا، وهذا الشيء أيضا ساهم بزيادة الأرباح مع انخفاض تكاليف التشغيل. يعني كان دور الأبرز للمصارف الإلكترونية هي انخفاض التكلفة التشغيلية للمصارف. إذا التقدم المستمر رغم إيجابياته الكبيرة، رغم الفوائد الكثيرة اللي ساهمت في الصرف الإلكترونية وساهمت بتحسين كفاءة النظام المصرفي وبشكل كامل، هذا الشيء إلا أنه عانى من مجموعة من التحديات والمخاطر أثناء الاستخدام. طبعا هذا النوع من العمل الجديد، يعني مدفوعات إلكترونية، تجارة إلكترونية، مصارف إلكترونية، أدى إلى ظهور أنواع جديدة من المخاطر. هذه تشكيلة كبيرة من المخاطر اللي ممكن قد لا تنتهي، باعتبار أنه العمل التكنولوجي كل يوم هناك الجديد. إذا وبالتالي هناك دائما إيجابيات وأيضا مخاطر عم بترافق هذا النوع. إذا رغم ذلك نشوف أنه أنواع المخاطر الأساسية للمصارف كلها موجودة أيضا بالمصارف الإلكترونية، لكن نشوف أنه شكل المخاطر اليوم بالمصارف الإلكترونية هو أخذ شكل جديد، وأيضا تأثير على المصارف كمان أخذ بعد جديد وأيضا غير متوقع. طبعا المخاطر بكلا النوعين هي ممكن بمعظمها مصارف الإلكترونية واللا إلكترونية هي متشابهة، ولكن قد تختلف في أشكالها مثل ما قلنا وتأثيرها ودرجة تطبيقها وأولوياتها. إذا المخاطر رح نشوف عنا التحديات اللي نتجت عن استخدام أو يعني عن عمل المصارف الإلكترونية، إنه وجود مشكلات مالية تتعلق بكيفية تحقيق الرسوم والضرائب على التبادل التجاري الإلكتروني. يعني هون كان في مشكلة، طبعا نحن هون وقت المصرف بنعرف حجم أعماله، بروح الوزارة المالية يعني بتكون فارضة قسم من الضرائب عليهم، فلكن الآن هذا الجانب الإلكتروني أو العمل المصرفي الإلكتروني اللي عم بيتم بمختلف دول العالم، كيف يتم ذلك؟ كيف يتم جباية الرسوم والضرائب؟ طبعا أيضا المخاطر المتعلقة بأمان العمليات. طبعا أي شيء في عمل إلكتروني عم بيكون أول مشكلة، أول معضلة هي الأمان، عامل الأمان، أمان العمليات التي تتم عبر الإنترنت واللي ممكن تنتج عن الإساءة وإساءة الاستخدام أو التزييف أو انتحال الشخصية مثل ما شفنا أو الهاكرز. إذا كلياتها أمور هي ممكن تتعلق بأمان العمليات. أيضا المخاطر المتعلقة بفشل مورد الخدمة،
مورد الخدمة في تقديم ما يتوقعه المصرف. المصرف الآن مثل ما قلنا أطراف العملية بالمصرف الإلكتروني لم تعد مصرف وعميل، الآن هناك أصبح وسيط إلكتروني. هذا الوسيط الإلكتروني قد يكون مورد خدمة، مورد الإنترنت مثلا، ممكن مورد البطاقات المصرفية مثلا، يعني شركات مثل فيزا وهدول لأن بيوردوا البطاقات لها. إذا هناك مخاطر جديدة تتعرض لها المصارف هي فشل مورد الخدمة في تقديم ما يتوقعه المصرف من خدمات نتيجة القصور في النظام المستخدم. طبعا هذا رح ينعكس بشكل مباشر على أداء المصرف وعلى عمله. طبعا الزبون ما بيعرف مين شركة التأمين، مين شركة البطاقات اللي عم يتعامل معه، ما دخله، عم يتعامل هو مع المصرف، ما بيعرف مين مورد خدمة الانترنت للبنك، لكن هو المصرف هو اللي بيتعرض للمساءلة من قبل الزبائن. ايضا مخاطر ممارسة العمليات المصرفية الالكترونية عبر الحدود، يعني هي بحد ذاتها خلقت تحدي كتير كبير للمصرف، كون المصرف الان يقدم خدماته للعملاء بشتى انحاء العالم. فعمليا بحد ذاتها تختلف طبيعة العملاء، تختلف الاعراف المصرفية، التقاليد، ما بالك المخاطر اللي هي انه عن تقديم اموال او حتى استقبال الاموال، يعني اذا المصرف بده يستقبل اموال بعملات مختلفة وايضا بده يقدم اموال كخدمات يعني مثل قروض وغيرها عبر الحدود. اذا ايضا هناك مخاطر بممارسة هذه العمليات عبر الحدود. مخاطر التغيرات التقنية الفائقة السرعة، يعني هي خلقت تحدي كتير كبير، المصرف مضطر دائما يحدث صرافاته، يحدث أجهزته، يحدث المواقع الإلكترونية. إذا هذا كمان خلق تحدي، إنه مطلوب من المصرف إنه دائما يكون عنده هذا الكادر البشري المؤهل وأيضا الإمكانيات المالية لاستقطاب هذه التجهيزات الحديثة. إذا كمان هي هون مخاطر التغيرات التقنية فائقة السرعة، كل يوم هناك جديد في عالم التكنولوجيا، في عالم الاتصالات. أيضا المخاطر الناتجة عن وجود مشاكل ومشكلات داخل النظام، طبعا بحد ذاتها هاي المخاطر هي كمان يعني خلل بالسيستم بالبنك بيؤدي إلى تعطيل عمل المصرف. يعني إذا بس خطأ أو خلينا نقول قطعت كهرباء مثلا، أو مثلا يعني أو خلل بالنظام تعطل النظام، يعني بتشوف احيانا صرافاتنا مو صرافاتنا، اذا تروح على البنك بيقول لك والله ما بقدر اقدم لك الخدمه لحتى ترجع الكهرباء. اذا هون مخاطر ناتجه عن وجود مشكلات داخل النظام، ممكن الهاكرز كقيام تعطيل هذا النظام مثل ادخال فيروسات او غيره، التعرض للاختراقات، او حتى هو مشكلات فنيه داخل النظام بتؤدي الى تعطل العمل بالمصرف. ايضا المخاطر التي تتعلق بالعاملين في ميدان الأعمال المصرفية الناتجة عن الاحتيال والإساءة، يعني من أبرز المخاطر واجهة المصرف هي المخاطر اللي بتجي من الموظف داخل المصرف أو اللي عم يتعامل مع بيانات العملاء، وبالتالي هون إساءة استخدام البيانات، الاحتيال كلياتها، حتى سواء كان حتى ممكن عملاء للمصرف أن يكونوا هم كمان سبب للإساءة لعمل المصرف أو الاحتيال على عمل المصرف. إذا هذه التحديات جميعها خلقت مجموعة من المخاطر للعمليات المصرفية الإلكترونية. طبعا قلنا هذه المخاطر ممكن هي بالأساس تكون متشابهة، لكن رح نشوف أولوياتها اختلفت، تأثيرها على عمل المصرف، تطبيقها اختلف. طبعا رح نشوف انه المصرف الالكتروني يواجه كافة انواع المخاطر، لكن رح نشوف انه مخاطر التشغيل، مخاطر السمعة، مخاطر القانونية تعتبر من اهم انواع المخاطر. اذا ورغم انه هذه المخاطر ممكن تكون متشابهة، يعني او خلينا نقول متشابكة، بمعنى انه ممكن تكون هي مخاطر تشغيل لكن نفس الوقت الى اثار قانونية واثار على السمعة، يعني يكون متشعبة، يعني مثلا دخول غير مسموح لبيانات العملاء عمليا هو مخاطر تشغيل، لكن بنفس الوقت ممكن تعرض المصرف لمسائل قانونية، لمخاطر قانونية وأيضا لمخاطر سمعة، يعني بيكون تأثيره مختلف عن عمل المصرف اللا إلكتروني. طبعا بنستعرض هاي المخاطر بالبداية،
وأبرز نوع هن عنا إلنا مخاطر التشغيل باعتبارها transaction أو operational risk. طبعا لكن بداية خلونا نشوف شو معلوماتنا عن الريسك. نحن عم نحكي ريسك ريسك ريسك، بس شو يعني ريسك؟ What is risk؟ شو هي المخاطرة؟ إمتى بنقول أنا في عندي مخاطرة؟ بماذا تتعلق المخاطر؟ سؤال لألكم شباب وصبايا، ماذا نعني بكلمة مخاطر؟ risk. What is risk؟ إمتى بنقول في عنا risk؟ والمصرف، مخاطر المصرفية إمتى بتكون؟ خسارة متوقعة؟ إذا متوقعة ما في risk يا علاء. أنا إذا بدي أقوم بعمل ما وعرفاني 100% اني بدي اخسر، ما انا ريسك. ايوه، اولا خساره غير متوقعه. هلا هذا الكلام صح، unexpected losses يعني خسائر غير متوقعه مفاجئه. وطبعا مجرد ما اقول خساره معناتها هو نتيجه غير مرغوبه، صح؟ نتيجه غير مرغوبه ومفاجئه او غير متوقعه. هلا المصرف وقت بيكون بده يقدم خدمات الكترونيه يعني يجهز حاله، وقت بيصير في عنده اي نتائج غير مرغوبه اوكي ومفاجئه، فهون بنقول في ريسك. يعني دائما الريسك ترتبط بحاله عدم التاكد، الانسرتينتي. اذا انت متاكد من شيء فمعناتها متاكد من الربح او من الخساره، معناتها ما في ريسك، صح؟ الريسك هي توجد دائما وقت بيكون النتائج مرتبطة بحالة عدم التأكد. النتائج، لاحظ، النتائج مرتبطة بحالة عدم التأكد والنتيجة هي غير مرغوبة، يعني هي الخسارة، وغير متوقعة يعني مفاجئة. إذن فينا نقول الريسك هي احتمال إلحاق الضرر أو الأذى أو الخسارة بأي جهة، طبعا إذا صار شخص طبيعي أو اعتباري. طبعا مصرفيا كيف ممكن أنا أعرف المخاطر المصرفية؟ أنت المصرف بيقول أنه صار عنده مخاطرة. دائما المصرف بكل عملية بكل خدمة يتوقع عائد، صح؟ عائد من هذه الخدمة، نتيجة. أي انحراف عن هذا العائد، أي خلل بهذا العائد هو ريسك. إذا يعتبر انحراف العائد عما هو متوقع، وبالتالي هي نتيجة غير متوقعة، وانحراف معناته خسارة، فبالتالي يعتبر ذلك ريسك. إذا المخاطر المصرفية هي احتمال انحراف العائد عما هو متوقع، يعني احتمال وقوع خسارة مالية غير متوقعة مفاجئة. إذا هذا المفهوم العريض للريسك. إذا المصرف وقت بيقول أنا من محصلة القروض رح حقق مثلا أرباح 50 مليون ليرة سورية، حقق 30 مليون، فمعناتها هذا عنده مقدار الخسارة 20 مليون، صح؟ انحرف العائد عما هو متوقع، فهي ريسك. إذا عندنا أول نوع من المخاطر هي مخاطر المعاملات والعمليات، transactions risk and operational risk. مما تنشأ مخاطر العمليات والمعاملات؟ طبعا مثل ما قلنا الأحداث الغير متوقعة. طبعا وقت بيكون في عنا أحداث غير متوقعة أو ممكن أنه تعطينا تؤدي إلى عجز وعدم قدرة المصرف على تقديم خدماته الإلكترونية بكفاءة وفاعلية، عمليات احتيال، معالجة الأخطاء، أعطال النظام، إذا موجودة هذه المخاطر بكل خدمة إلكترونية. إذا وقت بصير عندنا توقف بالأعمال، خرق بالأنظمة، وقوع خلل أو تعطل ناتج مثلا مثل ما قلنا عن استخدام الحاسبات أو البرامج أو أي أجهزة إلكترونية ذات صلة، أو حتى الاعتماد على شبكات داخلية وتوصيلها عن طريق الإنترنت أو أي أنظمة اتصالات أخرى،
وأي خلل بالأنظمة المستخدمة، أخطاء في التشغيل، معالجة البرامج، أو عيوب في تصميم البرامج وطرق تشغيلها، وأعطال أو عدم قدرة الأنظمة على تلبية الاحتياجات المطلوبة واختراقها بسهولة، أو مثل ما قلنا قصور في تأمين الشبكات المستخدمة وتعرضها للقرصنة والاختيار والاختراق، غير بقى عمليات الغش والاحتيال، وبالإضافة لمخاطر عدم القدرة على الاسترجاع وحفظ البيانات عبر هذه. إذن كل ذلك عم يعتمد على درجة تبني المصرف للعمل الإلكتروني وبيئة العمل الإلكتروني المستخدمة ونوع الخدمات ودرجة تعقيد الأنشطة الإلكترونية أو درجة تعقيد هذه الخدمات، وبالتالي مخاطرها خاصة عند تقديم بتزيد مخاطرها وقت بيصير عندنا تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، يعني جديدة 100% لم تكن موجودة من قبل. إذا بتزيد هاي المخاطر وقت بيكون في عنا ظاهرة الخدمات المبتكرة اللي عم يتولى المصرف تقديمها لأول مرة، وبالتالي مطلوب من المصارف إنه تتأكد إنه البنى التحتية جيدة للعمل المصرف، مثل ما قلنا البنية التحتية من تجهيزات فنية أو حتى موردين للخدمة، جميعها يجب أن تكون لديها القدرة والطاقة والعدد الكافي من العمال لضمان تقديم الخدمة بموثوقية عالية. إذا مطلوب من الصيرفة الإلكترونية أو الإدارة أنه تولي هذا الاهتمام للبنى التحتية للعمل المصرفي الإلكتروني. إذا على المصارف إنه تحدد المسؤوليات أو المستوى الملائم من الضوابط الأمنية. شو يعني ضوابط أمنية؟ على أساس تقييمها لحساسية هذه المعلومات. شو يعني ضوابط أمنية؟ برافو، ايه تقييد الدخول يعني ما نتجاوز الحدود. اذا يجب وضع اجراءات اداريه وطبعا يعني يكون في المصرف عنده اداره ذكيه ووضع اطار لمواجهه هذه المخاطر، وانه تكون مراقبه اجراءات او استحداث اجراءات اداريه تؤمن النشاط المصرفي ووضع دوره تحكم أو دورة تحكم أمنية شاملة لتأمين معلومات المصرف من الدخلاء والتأكد من درجة الاعتمادية والموثوقية من الطرف الثالث الذي يؤمن الخدمة الإلكترونية، ويقوم بدعم نظم الصيرفة مثل مخدم الإنترنت، شركات التكنولوجيا، طرق التعاقد معه لحفظ حقوق العملاء، وأيضا التوثق من العملاء أو خلينا نقول التأكد من العميل Know Your Customer أو بنسميها سياسة الـ KYC فـ Know Your Customer أثناء إجراء العمليات المصرفية، والتأكد من عدم إنكار هذه العمليات والفصل بين الصلاحيات الممنوحة، وخاصة أنه مزاولة مهام شخص لشخص آخر عن طريق الإنترنت طبعا يعني انتحال الشخصية بمعنى هي أسهل عن طريق استخدام التكنولوجيا، يعني إذا مجرد واحد مسك موبايل شخص ثاني بيقدر يعمل أكسس وينتحل شخصيته على حسابه، فعمليا عم بتكون الانتحال الشخصيات هي عم بتكون حالة أسهل مثلا باستخدام التكنولوجيا. إذا ضروري وجود سياسة تأمينية، إذا هذه الضوابط الأمنية بعملية استخدام الأجهزة مثل استخدام كلمات المرور اللي يجب أنه تغييرها دوريا، أو استخدام مثلا السمارت كاردز، أو استخدام التحقق من الشخصية عن طريق البصمة. إذا كلها هاي أمور تشكل بمجموعة ضوابط أمنية، وأيضا التحكم بالتحويل المسموح في نظم الصيرفة الإلكترونية طبعا يفضل أن يكون مركزي أو هناك سياسات موحدة، والتوثق من أن البيانات تكون تامة وغير ناقصة في القيود والسجلات.
طبعا قلنا لازم انه يكون في تحقق دوري من صحة هذه البيانات والاستعانة ببرامج خاصة طبعا، ومع الحرص على السرية المصرفية التامة. إذا الضوابط الأمنية على المصارف انه تحدد المستوى الملائم من الضوابط الأمنية من خلال تقييمه لحساسية هذه المعلومات، سواء كان على مستوى الزبون أو المصرف أو على مستوى هامش المخاطر. إذا من الضروري إنه المصرف إنه ينور، طبعا إذا بدنا نحكي على مستوى الزبون، أكيد العميل المصرف أو زبون المصرف يجب إنه يتم تنويره بتبعات استخدام الصيرفة الإلكترونية أو نتائجها دون إثارة المخاوف. طبعا إذا عميل خاف يتعامل مع المصرف أو مع مثلا مع موقع المصرف الإلكتروني مثلا أو مع الصراف، سوف يؤدي ذلك إلى فشل الإقبال على هذه الخدمة، يعني راح يبطل يتعامل مع فبالتالي إنه نحن ننوره إنه نحن إذا كان في خطأ مزبوط بيهرب من البنك كله، صح. أيضا الزبون بهمه مثل ما قلنا أول شيء إنه ما يخاف يتعامل معه، وبيعرف انه شو نتائج التعامل معه ومحاذيره، وبنفس الوقت بخاف على بياناته، على خصوصية البيانات لإله. فدائما هو يعني مطلوب من البنك عدم تمكين أي كان من الاطلاع على بيانات العملاء والتأكد من انه هذه الخدمة المقدمة للعميل مستمرة بكل وقت بكل زمان بكل مكان. طبعا واكيد مطلوب انه المصرف يكون عنده خطط لمواجهه الطوارئ والاحداث الغير متوقعه للنظام اثناء عمله. ايضا على مستوى هامش المخاطره، من ضروره مواكبه اعمال اداره المخاطر للتطورات السريعه باداره التطورات السريعه بالتكنولوجيا، ومناقشه كيفيه توسيع وتطوير الاطار الحالي لاداره المخاطر. طبعا اذا بدنا ناخذ مثال عليها، التوقيع الالكتروني مطلوب انه اعطائه نفس الاهميه ونفس المنزله والرتبه لاهميه التوقيع اللي بخط اليد. طبعا التوقيع الالكتروني اي سيجنتشر نعرف هو مجموعه من الاجراءات التقنيه اللي بتسمح بتحديد شخصيه العميل، طبعا هذا الشيء من خلال برنامج كمبيوتر خاص بهي الغايه، بيتم اعتماده بكافة الرسائل الإلكترونية. طبعا هل يختلف التوقيع الإلكتروني عن البصمة الإلكترونية؟ أكيد، وقت نحن بنوقع باليد غير بصمة اليد، ونفس الشيء التوقيع الإلكتروني يختلف عن البصمة الإلكترونية اللي هي بصمة رقمية بتم اشتقاقها من خلال خوارزميات معينة، بيكون لها طول ثابت معين عادة بين 128 أو 160 بايت. طبعا البنك ما بيقدر يفك الشفرة إلا من خلال البابليك كي أو المفتاح العام. وطبعا خوارزمية البصمة الإلكترونية يتم استخدامها في إنشاء التوقيع. إذا الخوارزمية للبصمة الإلكترونية تستخدم في إنشاء التوقيع الرقمية. إذا نحن بدنا نحدد ما هي مخاطر وتحديات العمليات التي تواجهها المصارف، ففينا ببيئة الانترنت فرح نشوف انه شيء بيتعلق بالزبائن، بمعناتها كيفية التنبؤ بحجم الزبائن وادارتهم، لانه انت عم تتعامل مع مجال مفتوح، ممكن اي زبون انه يطلب خدمات المصرف، فانت بده يكون عندك امكانية للتوقع بكيفية التنبؤ بحجم الزبائن، ما هي الاسس كيف تتنبأ بحجم الزبائن، كيف بيتم ادارتها، نظم المعلومات الإدارية، وأيضا السبيل للاستعانة بالمصادر الخارجية. إذا بداية كيفية التنبؤ بحجم الزبائن وإدارتهم. طبعا التوجه نحو الصيرفة الإلكترونية بيتطلب جهد مهم من جميع الأطراف المهتمة بإجراء أبحاث السوق. إذا أول شيء على المصارف أن تقوم بإجراء أبحاث السوق مثل أي مؤسسة بدها عم تتعامل مع زبائن، بدها تعمل ابحاث السوق لتعرف شو تطلعاتهم، شو اهتماماتهم، شو احتياجاتهم، شو رغباتهم، شو تفضيلاتهم. اذا ابحاث السوق
ممكن اذا تلجأ له من خلال طبعا هذا الشيء اللي بده يكون على الصعيد المحلي والدولي، مثل ما انك كونه عم بتعامل مع بيئه مفتوحه طبعا، وهي خدمات بتكون عبر الحدود. اذا ممكن المصرف انه يلجأ لاجراء ابحاث السوق عن طريق مؤسسات متخصصه، غير انه خبره المصرف بحد ذاتها هي بالسوق اللي عم يشتغل فيه والداتا بيز اللي بيكون عم يعتمدها، باعتبار انه المصارف دائما هي مجمعات اموال بقدر ما هي مجمعات للمعلومات. نحن بنعرف العميل اذا بده يجي على المصرف بده يفتح حساب بياخذ المصرف كل المعلومات عنه، اذا بده ياخذ قرض بده كل المعلومات عنه. بالنتيجه هي المعلومات البنك عم بيحطها عنده وتشكل داتا بيز له اساسيه. اذا المصارف مثل ما هي مجمعات اموال هي مجمعات للمعلومات. ايضا ضروره القيام بحملات اعلانيه مناسبه، يعني الهدف منها زياده التثقيف المصرفي للمتعاملين، زياده المعرفه بمجال الخدمات المصرفيه طبعا من خلال القيام بالتوعيه بالحملات الدقيقيه اللي راح تبرز اهميه التحول نحو هذا النوع. ايضا العمل على توفر الموظفين والتغطيه المناسبه، يعني تاهيل الكوادر البشريه العامله بهذه المصارف واخضاع العمليات المنفذه للحمايه والتاكد من سلامتها وحسن ادائها وتحديثها بشكل مستمر، وضع خطط مواصله للاعمال من خلال طبعا توفر الكادر البشري المؤهل للقيام بهذا النوع. الاهتمام بنظم المعلومات الإدارية طبعا الـ MIS Management Information System. طبعا الكثير من المصارف تدخل مناطق جديدة دون معالجة المعلومات الإدارية، هذا شو معناته؟ معناته الآن المصرف عرضة مباشرة لهذه المخاطر. طبعا كونه اذا بدنا ناخذ الفكره الثانيه من وجهه نظر ثانيه، باعتبار انه المصارف الان عم تدخل مناطق جديده ومجالات عمل جديده، فمطلوب منا ان تعتمد نظم معلومات اداريه حديثه لحتى تعالج المشاكل المعلومات الاداريه. طبعا مثل الحصول على معلومات الاداريه يكون بيتم بكفاءه عاليه، ورفض الخدمه الالكترونيه طبعا، عملية الحصول على المعلومات الجيدة إذا تكون واضحة، توقيتها مناسب، كاملة، معلومات غير ناقصة يعني غير مجتزأة، من أجل اعتمادها كأساس بعملية اتخاذ القرار السليم، القرار الإداري السليم الصح. إذا يعني حتى يقدر آخذ قرار إداري سليم بده يكون معتمدة على بنية معلومات إدارية أساسية كافية واضحة غير منقوصة. طبعا الان حاليا تشجع المصارف من قبل هيئه الرقابه الماليه انه يكون عندهم اداره مختصه بنظم المعلومات الاداريه. طبعا هذا الشيء بيكون على صعيد الاداره العامه للمصرف وحتى على صعيد الفروع. يعني تشجيع المصارف على انشاء ادارات مختصه بهذا الجانب، بجانب المعلومات الاداريه. طبعا ايضا بما التحدي الثالث اللي هو الاستعانه بالمصادر الخارجيه الاوتسورسنج. طبعا العلاقه الان في عمليه تقديم الخدمه المصرفيه لم تعد محصوره مثل ما قلنا بين مصرف وعميل، طبعا مثل ما قلنا في طرف ثالث اللي هو مورد الخدمه، شركات التكنولوجيا، يعني شركات البطاقات، اذا جميعها بنسميهم موردي الخدمات. المصرف عم يعتمد على جهه ثالثه مصدر خارجي في الكثير من العمليات المصرف الالكتروني. طبعا هذا جانب صار اساسي ومهم بالخدمه المصرفيه الالكترونيه. طبعا اكيد الى ايجابياتها، شو ابرز ايجابيات الاستعانه بالمصادر الخارجيه؟ يعني المصرف وقت بيعتمد على مورد انترنت، على شركات التكنولوجيا بجانب الاستعانة بالاجهزه، على شركات البطاقات، شو الهدف منه او شو ايجابياته؟ خلينا نقول
في جواب؟ برافو، تقليل التكاليف، أكيد. إذا تتعلق بتخفيض التكاليف، إذا تستعين المصارف بمصادر خارجية ذات صلة بوظائف العمل كالأمان لأسباب، إذا إيجابياتها أنه هي بتوفر التكلفة، بتخفض التكاليف، وأيضا عندنا وفرات الحجم. شو يعني وفرات الحجم؟ وفرات الحجم يعني أن المصرف يكون قادر على إنتاج حجم كبير من العمليات بأقل التكاليف، وهذا رح يؤدي إلى زيادة أرباح المصرف بشكل كثير كبير. أوكي؟ أيضاً طبعاً قلنا من مطلوب من إدارة المصرف التأكد من قدرة مقدمي الدعم الفني بعملية توفير التأمين للبيانات، طبعاً باعتبار أن هذه البيانات مثل ما قلنا فيها طبيعة، لها طبيعة خاصة، يعني فيها حساسية أكثر من يعني أو ذات طبيعة حساسة فينا نقول، وتوفير ترتيبات طوارئ لتغطية احتمالات حدوث تغير مفاجئ في مقدمي الدعم الفني. يعني لو فرضنا شركة هو معتمد على شركة إنترنت تقديم الخدمة، سكرت هي الخدمة، ما لازم يكون عنده بدائل أو خطط بديلة، خطط طوارئ. نفس الشيء مثلا الآن نحن عندنا بسبب عقوبات قيصر تم إلغاء تعاقدات كافة البنوك الخاصة مع شركات المزودة لخدمات الصرافات الآلية، ما كان عندهم البدائل للبنوك السورية الخاصة، فهو النتيجة كانت تعطل هذه الخدمة. إذا ضرورة أنه يكون في عندنا تغطية لاحتمال أو خطط طوارئ لاحتمالات حدوث أي تغير مفاجئ في مقدمي الدعم الفني، وأيضا يكون عنده نظم تشغيل بديلة، يعني البنك إذا تعطل عنده السيستم يكون عنده سيستم بديل، باك اب سيستم بنسميه، وأيضا إبرام عقود بديلة مع مقدمي الخدمات والدعم الفني تنفذ في حال إخفاق المقدم الأساسي لهذه الخدمة. إذا اعتماد المصرف على مصادر خارجية واعتماد المصرف على منتجات تعتمد بالكامل على التكنولوجيا واستخدام شبكات مفتوحة مثل الإنترنت، طبعا هذا الشيء مطلوب من المصرف، أنه يعني اعتماد أو خلينا نقول الاستعانة بالمصادر الخارجية جيدة لهذه المصادر، ما يكون انه تكون هي السبب هذه المصادر في تعطيل عمله. يعني هو المصرف عم بيقدم بشكل جيد والعميل جيد، لكن المصدر الخارجي الان عم بيأساءت هذه الخدمة. اذا مطلوب انه يكون في عنا ادارة بنية التحتية بشكل تكنولوجية بشكل جيد. ايضا طبعا التكاليف الكبيرة اللي ممكن نتيجة عدم امتلاك الخبرة الكافية، يعني بمعنى انه وقت المصرف بيسند اعمال جزء من اعماله لجهات خارجيه وما بيديرها بشكل جيد وما بيكون عنده خطط طوارئ بديله، فهذا الشيء رح يعرض المصرف لتكاليف كثير كبيره و طبعا لاعطال كبيره وفقدان ثقه الجمهور فيه بالنتيجه. اذا مطلوب من المصارف ان تاكد من هذه المعطيات، مراقبتها، التحكم بها بشكل ملائم، وأيضا السلطات الرقابية أنه مطلوب منا أن تقيم مدى إدارة المصرف وقدرتها من السيطرة على هذه الخدمات والمصادر الخارجية. إذا مطلوب أنه المصارف تكون منتبهة لتوجيهات هيئة الرقابة المالية الخاصة للاستعانة بالمصادر الخارجية. إذا دور المصادر الخارجية هو من أبرز التحديات اللي بتواجهها المصارف الإلكترونية وأهمية إدارتها بشكل كفؤ والالتزام بتعليمات هيئة الرقابة المالية. إذا مخاطر العمليات هي عم تتعلق باحتمال الخسارة
اللي هي النتيجة الغير متوقعة أو الغير مرغوبة خلينا نقول، بسبب حالة القصور الواضحة في سلامة ومصداقية النظام، ومثل ما شفنا بشكل أساسي نجمت عن المخاطر الأمنية security risk ومخاطر الاعتداءات الداخلية والخارجية على الأنظمة والمنتجات، ومثل كمان ما قلنا سوء استخدام العميل، وأيضا الاستعانة بالمصادر الخارجية بشكل يعني غير مدروس. نجي بقى على مخاطر النوع الثاني، هي مخاطر الأعمال business risk، يعني طبيعة عمل المصرف، الخدمات اللي عم بيقدمها. طبعا مخاطر الأعمال إذا هي تتعلق بالعمل المصرفي بحد ذاته. إذا operational risk إن هي عن إساءة الاستخدام النظم، عن أي مشاكل فنية. لكن هون بحد ذات عمل المصرف، ما هو عمل المصرف؟ مثلا الزبائن، يعني طبيعة الزبائن اللي عم يتعامل المصرف معه، هل هي نفس طبيعة عمل المصرف الإلكتروني؟ زبائن المصرف الإلكتروني هن نفس زبائن المصرف الإلكتروني؟ ممكن يكونوا نفسهم، ممكن يكونوا غير شريحة أخرى. يعني هل تختلف هذه الطبيعة؟ مثلا الفئة العمرية، يا ترى الاحتياجات، المناطق الجغرافية، يعني إذا ناس بالريف بيشتغلوا مع مصرف عادي ولا ناس بالعاصمة بيشتغلوا مع مصرف إلكتروني. إذا مطلوب من المصرف إنه يحدد طبيعة الزبائن، إذا أو التعرف على خصائص وسمات العميل لهذا النوع من الصيرفة، معرفة متطلباتهم وكيف يتم تلبية هذه المتطلبات بالشكل الأمثل. إذا لا أحد يعلم الكثير فيما إذا كان زبائن هذا المجال ذوي خصائص مختلفة عن زبائن المصارف التقليدية. اثنين، قد تكون المصارف غير قادرة على تقييم مقدرة الائتمانية للزبون عن بعد. شو سميناها المقدرة الائتمانية؟ هي الجدارة الائتمانية، الكريدت ورثنس، بقدر كفاءته عندما تجري ذلك وجها لوجه، فيس تو فيس. هل يستطيع المصرف تقييم الجدارة الائتمانية للعميل موجود، مثلا مصرف سوري عميله موجود بالهند مثلا، بنفس القوة يعني اللي بيقدر يستعلم عن مقترض سوري؟ أكيد لا. إذا بالمصارف التقليدية عم بيتم مقابلة العميل، طالب التسهيل الائتماني، طالب الكفالة، طالب القرض، يعني فيس تو فيس، وجها لوجه، وإجراء مفاوضات، وأيضا بيطلبوا منه معلومات يعني بشكل مباشر، بيقدر يحصل على المعلومات. ممكن يضطر أنه المصرف يبعث الموظفين يعملوا زيارات ميدانية للمعمل مثلا، أو يعني لمكان عمل العميل للاطلاع عن كثب على واقع عمله، وبالتالي بتم تجميع هذه المعلومات في ملفات ومن ثم دراستها وتحليلها واتخاذ القرار السليم على هذا الأساس. طبعا يعني عملية تقييم الجدارة الائتمانية عم بيتم على معطيات فعلية، على زيارات، على معلومات، وبتسهل عملية اتخاذ القرار بالشكل الأمثل. لكن العميل بالمصرف الإلكتروني مثل ما قلنا، المصرف عم يتعامل مع أشخاص عبر الشبكة. طبعا ممكن يتم مقابلة، يعني ما عم نقول إنه ما ممكن يتم مقابلة، لكن المقابلة عبر سكايب ممكن يتم فيها غش، ممكن فيها يعني احتيال، أو ممكن يظهر نفسه هو بزنس مان فظيع وهو مجرد شيء نص، يعني ممكن يكون بمعنى طبعا ممكن القيام بهذه المقابلات، يعني مقابلة التمويل، ممكن يورجيه معمل اونلاين على سكايب او عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكن هذا الشيء بيؤدي الى تقييم الجدارة الائتمانية عم بتكون اقل كفاءة واكثر صعوبة، وبالتالي القرارات التي تبنى على ذلك بقرار بتقديم الائتمان او عدم تقديم الائتمان عم بيكون صعب. اذا او خلينا نقول القرارات عم بتكون اقل جودة بعملية تقييم الجدارة الائتمانية وباتخاذ القرار بتقديم الائتمان أو عدم تقديم الائتمان. أيضا الضمانة معروف أنه هي مصدر بديل للسداد، مصدر بديل للسداد، وهو مصدر أساسي. المصرف وقت بيعطي أي عميل تسهيلات ائتمانية مثلا، وهي الأخطر بعمل المصرف، وقت المصرف يقدم أموال أو يتعهد بتقديم أموال، فلازم يكون العميل عنده مصدر أولي للسداد، دخل مثلا. المصدر البديل للسداد هي الضمانة،
يعني بيعطيه مصدر اولي وبياخذ احتياطي انه يكون عنده ضمانه، صح؟ ممكن يرهنه اي عقار، اي اوراق ماليه الى اخره. اذا عاده بالمصرف مثلا رهن له بيت، فالمصرف يبعث خبراء فنيين بيقيموا هذا البيت وبيشوفوا انه هذا البيت فعلا موجود. لكن تعال شوفها اونلاين كيف بدها تصير. اذا عميلك موجود مثلا مثل ما قلنا بالهند، قال له برهن لك البيت، طيب وبعدين ممكن يعني يكون في تزوير، في احتيال الى اخره. اذا الامر مختلف في المصرف الالكتروني، وبالتالي هناك صعوبه في عمليه تقييم الضمانه عن بعد، وبالتالي ممكن ايضا يعني ممكن يقول لك انه انا ببعث موظفين من عندي خبراء على الهند لحتى يكشفوا على العقار، لكن قد ايه مكلف، قد ايه صعب هذا الشيء. يعني عم بيكون ايضا دراسه الضمانه عم بتكون بصعوبه اكثر فيما لو كنا عم نشتغل اونلاين او مصرف الكتروني. طبعا في ايضا الزبائن موجودين بمناطق جغرافيه مختلفه. طبعا اذا بدنا نقول اذا اي عمليه ايداع، اذا او حتى يعني سواء سحب او ايداع، خلينا نقول يعني للاموال من المصرف عم بتكون مختلفه، عم تخضع لعوامل مختلفه مثل اختلاف العادات والتقاليد. يعني في ناس مثلا بالدول الاسلاميه بيسحبوا اكثر برمضان، بالدول الاوروبيه بيسحبوا اكثر براس السنه مثلا. الاعياد، الدخل القومي، الوعي. اذا من الصعب على المصرف ان يتوقع حجم ونشاط الايداع الالكتروني. طبعا ليه؟ لانه عم يشتغل مع بيئه مفتوحه، مع عملاء بمختلف دول العالم، ثقافات مختلفة، عادات مختلفة. إذا هذا بيؤدي إلى سرعة زيادة سرعة التدفقات الداخلية والخارجية. أيضا هذا الشيء رح يؤدي إلى صعوبة إدارة السيولة وارتفاع مخاطر السيولة. شو يعني مخاطر السيولة؟ هات لنشوف يا علاء الدين. امتى بقول انا مصرف عنده مخاطر سيوله، وامتى بقول عنده مخاطر ملاءه؟ solvency and liquidity risk، عدم القدره على السداد. طبعا انا بقول انا مصرف، لنشوف ايمان شو رايها، عدم قدرة على عدم توفر النقد لمواجهة التزامات البنك. طبعا أنا إمتى بقول عندي مخاطر سيولة؟ مخاطر سيولة دائما هي تتعلق بالأجل القصير، يعني خلال سنة. إذا مصرف غير قادر على سداد التزاماته للمودعين أو للمقترضين أو للجهات الوصائية خلال فترة سنة، وقتها بقول أنا مصرف عنده مشكلة سيولة، مخاطر سيولة. واضح؟ يعني كلمة مخاطر السيولة liquidity risk هي تتعلق ب مخاطر عدم توفر الأموال الكافية لسداد الالتزامات قصيرة الأجل، أو القدرة على سداد التزاماته قصيرة الأجل للمعنيين فيه. يعني سواء مودع إجا بده يسحب وديعته ما لقى سيولة، مقترض وعده البنك يدفع له قسط القرض وما لقى، الدولة بده يدفع له التزاماتها للمصرف المركزي وما لقى. إذا وقت بيكون المصرف غير قادر على سداد التزامات قصيرة الأجل فبيكون عنده مشاكل سيولة. هلا مشاكل الملاءة هي عدم قدرته على سداد التزاماته طويلة الأجل، وقت بنقول ما عنده solvency risk، أوكي، أو long term debt risk. يعني إذا القدرة على سداد التزامات المصرف، فأي معلومات سلبية أو غير صحيحة عن المصرف الآن قد تنتقل بسرعة عبر الإنترنت، وممكن تؤدي إلى أن المودعين رح يسحبوا وداعهم بسرعة، وهذا الشيء بيؤدي إلى أزمة سيولة، يعني وبالتالي لعدم قدرة المصرف على سداد التزاماته قصيرة الأجل إذا المودعين سحب. مضبوط يا، بس هلا بدنا نشوف مين اللي عم يكتب. علاء الدين كمان عم يحكي كلام كثير حلو. وقت المصرف بيكون عادة بيحتاط للسيولة بالأموال النقدية السائلة بخزينته الكاش أو ودائع لدى البنك المركزي أو ودائع، إذا ما كفت في بيحتاط بأنواع ثانية هي الأوراق التجارية والمالية اللي بيحولها لكاش. ففي حال عجز المصرف عن تحويل هذه الأموال فبالتالي ما سيّلها، فمعناتها تواجه مشكلة سيولة، صح؟
وبالتالي انه لم يعد قادر على سداد التزاماته قصيرة الأجل. إذا عملية مراقبة السيولة ومعرفة التغيرات الحاصلة بالودائع والقروض عملية مهمة لإدارة السيولة. إذا من الصعوبة بمكان إدارة السيولة، وهذا يؤدي إلى مخاطر السيولة، وهي مخاطر قديمة بالنسبة للمراقبين، يعني هي مخاطر مش جديدة. إذا المصرف غير قادر على سداد التزاماته، فمعناته هو استنفذ احتياطاته الأولية واستنفذ احتياطاته الثانوية، أوكي، وأصبح غير قادر بمواجهة التزاماته. إذن هذه المشكلة موجودة بالمصرفين، يعني المصرف الإلكتروني واللا إلكتروني. أيضا فشل المشاركين في نظام نقل الأموال أو في سوق الأوراق المالية بشكل عام، يعني كمان هاي بتؤدي إلى مخاطر السيولة. نيجي بقى على المخاطر الكلاسيكية التقليدية للمصرف اللي أكيد موجودة لكلا النوعين من المصارف الإلكترونية واللا إلكترونية، اللي هي مخاطر الائتمان. إذا مخاطر الائتمان هل هي هون موجودة بنفس الأهمية لمخاطر الائتمان بالمصرف اللا إلكتروني؟ يمكن نفسها. إذا مخاطر الائتمان من خلال الإلكترونية ليست بحجم أكبر، لكن وجود جهة ثالثة هي اللي مصدر القلق. طبعا شو يعني مخاطر ائتمان؟ شو يعني مخاطر ائتمان؟ نحن نسينا نسأل شو يعني مخاطر ائتمان؟ كريدت ريسك. في جواب؟ نبطل نسأل؟ لا، مو مخاطر قروض هيك الواحد بيحكيها يا محمود، طلاب مصارف انتو. اذا حدا سألك شو يعني مخاطر ائتمان credit risk شو معناتها؟ هات لنشوف محمود سؤال. عدم القدرة على منح القروض، المصرف لا يستطيع تسديد. لا 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 لا، بتكون درس مو مخاطر مصارف الكترونيه. انا امتى بيكون عند المصرف مخاطر ائتمان؟ وقت المصرف، هات لنشوف عصام وامال، مخاطر حدوث خسائر، وفسر الماء بعد الجهد بالماء يا ايمان. مو ظابطه، هات لنشوف. يعني هي اهم مخاطر بواجه المصرف، وانتو هات لنشوف. عدم قدرة البنك على السداد. لا لا لا. طيب، مخاطر الائتمان عادة مخاطر منين تجي المصرف؟ هو بيأتمن الناس على امواله، صح؟ من اسمه خدها هيك، يأتمن العملاء على امواله كقروض، ككفالات، كاعتمادات. فعدم قدرة العميل أو عدم رغبة العميل على سداد التزاماته بالتاريخ الاستحقاق هي مخاطر ائتمان للمصرف. يعني عطى قرض وما سدد، ما سدده العميل، ممكن لسبب عدم قدرته أو عدم رغبته، فهي اسمها مخاطر ائتمان. أوكي، اختلف، مو البنك هو المشكلة، مشكلة العميل. أوكي، إذا مخاطر الائتمان يا أصدقائي، أيوة، فعمليا اذا هيك معناتها بنحكي مخاطر الكترونيه ومش الاساسيه، ما اوكي يلا نيفر مايند. عدم القدره او عدم الرغبه على تسديد التزامات التعاقديه بين العميل والمصرف هي مخاطر ائتمان. طبعا المخاطر بشكل عام تنجم بسبب قدره المصرف على او خلينا نقول ان قدره المصرف على التحقق من هويه الزبون وشخصيته، اللي طبعا هي تعتبر من اهم معايير منح الائتمان. انتوا اخذين الفايف سيز معايير منح الائتمان؟ اذا بدك تعطي قرض لحدا، لعميل، البنك كيف بيدرسه؟ اخذيننا معايير منح الائتمان، اول شيء التاكد من شخصيه العميل. الشخصيه، تمام. طيب هلا هون
شخصية التأكد من شخصية العميل بالجانب، إذا أنا قلنا بنروح نجمع معلومات عنه صح؟ ورأس المال والقدرة، برافو، ها هلأ هيك صح، أوكي هلأ عم تجاوبوني صح، طلاب مصاري، برافو. إذا هل التأكد من قدرة من هوية العميل، من شخصيته اللي هي من أهم المعايير، يعني أولى المعايير، بيقولوا لك شوف هذا العميل هل هو جهة تلتزم بسداد التزاماتها، هل هو شخص يلتزم بالتزاماته أم لا، هل قادر على سداد ديونه دائما ولا لا، هل يصدر شيكات بلا رصيد، هل وقت بيتدين من الناس ما بيرجع، مو هيك؟ طيب هذا بالحالة العادية، إذا عميل إذا مصرف عم يعطي قرض لعميل، ما بالك هلا إذا بده يعطي هذا القرض أونلاين، هل التأكد من هوية الزبون وشخصيته سهلة؟ هل تتوفر البيانات نفسها للعميل للبنك بالحالة الطبيعية، يعني بالحالة العادية؟ حتى إذا بده يحصل عن هذا الزبون اللي موجود بالهند صاحبنا، هي عملية مكلفة صح؟ إذا عملية التحقق بالدرجة الأولى من هوية الزبون تبقى أقل كفاءة من الاتصال فيس تو فيس. إذا مطلوب من المصرف أن يتأكد من هوية الزبون، أهليته المادية القانونية، واللي هي تعتبر الخطوة الأولى باتخاذ القرار الائتماني السليم. طبعا وجود الآن العملاء بأسواق ائتمان مختلفة جغرافية خارج الحدود الجغرافية، وأيضا عدم كفاية الإجراءات الخاصة بتحديد الجانب الائتماني وقت التعامل مع مقترضين موجودين، أو خاصة عم تتعامل مع مصارف أونلاين، يعني عملاء موجودين بمناطق جغرافية مختلفة والتعامل كلها عم بيتم أونلاين، هذا الشيء بيزيد مخاطر الائتمان بالمصارف. أيضا المصارف اللي تتعامل بالبرنامج الإلكتروني لسداد الفواتير، إذا يعني تقوم بمواجهة مخاطر الائتمان. هلأ مثلا ممكن إذا تعثر العميل بسداد التزاماته النقدية، يعني ما سدد، هلأ هون بتصلوا فيه بيطالبوا، ممكن هنيك يبعثوا له إيميل وإيميلين وثلاثة ويحكوا معه تليفون، وهو يعني ممكن اختلاف أصلا الأوقات الزمنية ممكن تشكل لحالة مشكلة. يعني إذا عميل بأمريكا مثلا عندنا الصبح عندهم المساء، كمان لحالة هي مشكلة. أيضا المصارف تتعرض لمخاطر الائتمان اللي مثلا تشتري بطاقات ائتمان إلكترونية من الشركات المصدرة لألا، ثم تقوم بإعادة بيعها للعملاء. طيب إذا الشركة المصدرة لبطاقات الائتمان أخلت بالتزاماتها تجاه المصرف، فالمصرف هون رح يخل بالتزاماته تجاه العملاء، فكمان هون بحد ذاتها هي مشكلة. إذا مطلوب من إدارة المصرف لحتى تدير مخاطر الائتمان بالمصارف الإلكترونية إنه تقوم بالتحقق من إدارة مخاطر الأقراض، عملية صعبة إذا لم تدار بطريقة سليمة. السبب لابد من الاهتمام بضرورة التحقق من هوية الزبون، من شخصية العميل، واللي بيطلب الائتمان عن طريق الانترنت وتنفيذ عقد إجباري معه. إذا التحقق من شخصيته والتأكد من تقييمات العملاء والالتزام بمعايير الائتمان لدراسة الشخصية وتنفيذ عقد إلزامي وإجباري معه. 2 ضرورة رصد ومراقبة نمو محفظة القروض وآلية التسعير، وضرورة الالتزام بمعايير الجودة لمحفظة القروض. إذا مطلوب من المصرف الآن كونه عم يتعامل مع عملاء موجودين بمختلف دول العالم، عم بيتعاملوا بعملات مختلفة باحتياجات مالية مختلفة بأسعار فائدة، مطلوب منه أنه أن يقوم بإيجاد آليات تسعير مبتكرة، وطبعا التحوط ضد مخاطر الائتمان بالدرجة الأولى، شو هي؟ مخصصات ديون إضافية لأي ديون غير جيدة وغير متوقعة، يعني يكون عنده احتياطيات إضافية لهذا النوع من المخاطر. أيضا الرقابة والإشراف على الطرف الثالث المفوض بالقيام بالأعمال المصرفية كوكيل، يعني مثل شركاء المصرف اللي هي مثلا المصرف عادة بيعتمد على شركات أخرى خارجية لدراسة المقترضين أو تجميع معلومات، يعني المصرف هو بيجمع معلومات بيلجأ لجهات شركات أخرى
لدراسة المقترضين. إذا هذا ضروري أنه يكون في إشراف. لا هلأ إحنا بسوريا ما مشيت هاي القصة، يعني البنوك الخاصة تعاملت مع شركات خاصة لدراسة المقترض، يعني تجميع معلومات إضافية. فكانت النتيجة أنه صاروا هدول الشركات يتصلوا بالمقترضين ويقول له عم بعمل دراسة مالية، شو بتدفع لي لحتى أعطي عنك رأي جيد؟ فتخيل ذلك. فالرقابة والإشراف على الطرف الثالث المفوض بالقيام بالأعمال المصرفية كوكيل، أو مثلا مؤسسات تقديم القروض عبر الإنترنت، أو معالجي الدفع الإلكتروني، أو مصدر النقود الإلكتروني إذا مطلوب من المصرف مراقبة الظروف المالية الخاصة بالمصدر ووضع خطط بديلة في حال عجز المصرف، مثلا مصدري بطاقات الائتمان في حال عجز أنه يقدموا البطاقات، أنه يكون عندهم مثل ما قلنا خطط طوارئ. أيضا تقييم الضمانات الإضافية، طبعا الضمانة مثل ما قلنا مو أي ضمانة المصرف بيقبلها، ما بالك الآن إذا ضمانة عم بيقدم لك إياها عميل بالهند مثلا. الضمانة أهميتها للبنك مثل ما قلنا هي مصدر بديل للسداد، فما بالك إذا مصدر الأول ما صار فبيروح بيحجز على الضمانة، لكن هي الضمانة هلأ موجودة ببلد ثاني، هل من السهل إنه حجزها ولا بده يغير طبيعة الضمانات اللي بيقبلها بشكل إنه يكون يكون بشكل إنه بالتوفيق يا سارة. أوكي نرجع. طبعا كنا عم نقول انه الضمانة هي مصدر بديل للسداد، فما بالك اذا كانت هذه الضمانة موجودة بدولة خارج الحدود الجغرافية للمصرف، خارج حدود سيطرة المصرف. اذا فعم بتكون هون المشكلة، يبدو يغير نوع الضمانات اللي عم يعتمدها، او يغير اجراءاته في كيفية تقييم الضمانات الاضافية ومدى اتقان الالتزام القانوني فوق منطقة جغرافية واسعة. ايضا عملية تحصيل القروض، هل هو بنفس السهولة؟ إذا مطلوب من المصرف أنه ينتبه لعملية تحصيل القروض من الأفراد من العملاء بمناطق جغرافية، وضرورة دائما مراقبة التركز الائتماني. طبعا نحن بنعرف أبرز مصدر لمخاطر الائتمان أنك تركز قروضك مثلا أو تسهيلاتك الائتمانية في نوع معين من المقترضين أو بقطاع اقتصادي معين أو بنوع معين من القروض. يعني أنت تتخيل أنه مصرف عم يعطي كل قروضه بس للطلاب أو للمزارعين، فعمليا عم يتعرض لأي مخاطر، يعني هذا اسمه مخاطر التركز الائتماني، سواء بالحجم سواء بالمنطقة سواء بنوع العميل إلى آخره. إذا المطلوب من المصرف أيضا الانتباه إلى رصد أي زيادة في الحجم والتركز في منطقة إقراض معينة، هذا نسميه credit concentration. طبعا عكسه استراتيجية رئيسية لتخفيف مخاطر التركز الائتماني هي التنويع. إذا المطلوب من المصرف أن ينوع محفظة القروض من حيث الحجم، من حيث العملاء، من حيث أنواع القروض، من حيث الفائدة إلى آخره. واضح؟ نيجي بقى على مخاطر السيولة ومعدل الفائدة والأسعار والأسواق. هل هي نفسها بالمصرف الإلكتروني؟ طبعاً كلمة مخاطر سيولة مثل ما قلنا هي نفسها مخاطر عدم القدرة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل. طبعاً أحياناً ممكن المصرف يكون قادر على وفاء التزاماته طويلة الأجل لكن ما عنده سيولة لوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل. طبعاً هذا الشيء ممكن يؤدي إنه العملاء يرفعوا دعوة على المصرف، يعني تخيل إنه أنا موقع عقد مع المصرف ليعطيني قرض ويصرف لي إياه خلال هالست أشهر وبلشت المشروع وبطل المصرف يدفع لي، ما عنده كاش، فعمليا هون برفع عليه دعوة انه سبب لي عطله ضرر. اذا هون ممكن يؤدي الى رفع قضايا قانونية، ممكن تؤدي الى الاضرار بسمعة المصرف. مخاطر سعر الفائدة، هل هناك مخاطر للانترست ريت ريسك؟ مخاطر سعر الفائدة، شو يعني مخاطر سعر الفائدة؟ مخاطر تغير سعر الفائدة،
حسب العرض والطلب. اوكي طبعا هاي المخاطر سيوله معدل الفائده اسعار اسواق كلها تنزل تحت اسم الماركت ريسك، يعني هي اي خسائر بتعرض لها المصرف نتيجه التذبذب بالاسعار السوقيه العالميه، سواء باسعار الفائده باسعار العملات الى اخره. اذا مخاطر الفائده هي تعرض الحاله النقديه للمصرف وخاصه الدخل الناجم عن الفائده، يعني للتغيرات السلبية نتيجة تذبذب أسعار الفائدة، وهي بتأثر بشكل مباشر على ربحية المصرف. وبمعنى إذا المصرف عاطي قرض دافع وديعة عليها تكلفة الوديعة مثلا 7% مليون ليرة سوري، وعطيها بقرض 17%، طبعا هذا سعر الفائدة ثابت. اوكي ارتفعت اسعار الفائده، رفع المصرف المركزي او اسعار الفائده العالميه ارتفعت، فاضطر البنك يعطي 9% على الوديعه، اذا هون هامش ربحه للمصرف هو 10%. فوقت عاطي قرض 17% اذا قد ايه نزل، صارت الربح عنده هو 8% من هذا القرض. احنا قلنا المخاطر هي دائما انحراف العائد عما هو متوقع. اذا العائد المتوقع هو 10% نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة، يعني هو ما صار عنده اي مشكلة ثانية غير انه ارتفع سعر الفائدة، فنزل العائد المتوقع، انحرف العائد المتوقع من 10% الى 8%. اذا المصرف هون عنده خسارة 2% فقط نتيجة تغير اسعار الفائدة. هذا الحكي اللي شرح مبسط لمفهوم مخاطر اسعار الفائدة. اوكي اذا تعرض الحالة النقدية او دخل الفائدة للمصرف اللي هو دخل اساسي للتقلبات نتيجة فقط تغير أسعار الفائدة. مخاطر السوق، طبعا مخاطر السوق بنقول هي سواء ممكن تغير أسعار الصرف مثلا، اللي ممكن مثلا بنك بيعطي قروض بعملات أجنبية، طبعا هلا الآن مصرف الكتروني عم يشتغل مع عملاء بمختلف دول العالم، فاختلاف أسعار الصرف ممكن يعرضه لمخاطر السوقية. طبعا هذا الشيء ممكن يكون ببنود داخل الميزانيه وخارج الميزانيه، اون بالانس شيت ايتمز اند اوف بالانس شيت ايتمز. اذا تقديم قروض او خدمات بعملات اجنبيه، والمصرف الالكتروني بحد ذاته عم يتعامل مع عملاء من مناطق جغرافيه مختلفه، وهذا الشيء بالضروره بيعني انه بيتعامل بعملات اجنبيه، وهذا السبب لحتى يتعامل مع مخاطر اسعار الصرف عند سداد الاموال. طبعا هي المخاطر تظهر بشكل كتير جميعها، يعني السيولة، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر السوق، مخاطر أسعار الصرف، جميعها تظهر بعملية استقبال الودائع. إذا فينا نعكسها كلياتها موجودة بهي العملية، يعني المصرف الآن الإلكتروني عم يستقبل عملاء ودائع عفوا من عملاء منتشرين جغرافيا. طبعا ونحن بنعرف سعر الفائدة مين بيحطه بالبلد؟ المصرف المركزي، صح؟ فعمليا عم يتعامل مع اسعار فائده مختلفه من دول مختلفه لعملاء مختلفين، عملاء موجودين بدول مختلفه والمصارف المركزيه هي اللي عم تحدد لهم اسعار الفائده. اذا المصرف هون معرض للعديد من المخاطر. ايضا مخاطر تسعير الخدمات حسب الاسواق وحسب درجه التنافس. اذا هذه المخاطر عم تزداد خاصة بعملية استقبال الودائع. إذا تزيد عمليات التمويل والاستثمار من المخاطر المتصلة بالمصرف الذي يقوم بتقديم الخدمات الإلكترونية حسب تقلبات الأسعار من الودائع. رغم الإيجابيات، يعني مثل ما قلنا أنه الإنترنت بيوفر للمصارف القدرة على تسويق المنتجات أو تسويق الخدمة وتخفض التكاليف وفرات الحجم الكبير وإمكانية الوصول لشرائح كبيرة من الزبائن بمختلف المناطق، وأيضا إمكانية تقديم البرامج الإعلانية والتسويقية من خلال الإنترنت ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي، لكن ممكن يتعرض المصرف لمخاطر التركز الائتماني بنوعية معينة، ممكن يتعرض المصرف لمخاطر خاطر اسعار الفائده، ممكن يتعرض المصرف ل انه يكون عم يتعامل مع عملاء بتمتعوا بثقافه عاليه، فدغري
يعني مع شرائح من العملاء ثقافات مختلفة، فممكن أحيانا إذا عم تعمل مع عملاء ما عندهم هالمعرفة الكافية بخدمات المصرفية أو بأسعار الفائدة مو متابعين فالأمر سهل، لكن إذا أنت عم تتعامل مع عملاء واعيين أو هذا الشيء بيخلي الودائع حساسة لسعر الفائدة، يعني بيسحبوا مصارفهم عفوا ودائعهم من مصرف وبيرجعوها بمصرف آخر بكبسة زر مباشرة مجرد أنه عم بيقدم أسعار فائدة أعلى. إذا هذا النوع من العملاء بيركز على الاستثمارات طويلة الأجل، ودائع طويلة الأجل، لسبب مطلوب من المصرف أنه يتبنى سياسات واستراتيجيات لمواجهة هذه المخاطر الناجمة عن مخاطر السوق والسيولة والأسعار الفائدة، ويجب أن يتم إعداد برامج لإدارة وتغطية سعر الفائدة. طبعا أكيد مراجعة دورية خاصة في حالة الحصول على الأموال وأنه تكون الودائع ذات حساسية شديدة مثل ما قلنا لأسعار الفائدة، أيضا الحصول على أموال من أسواق ليس مرخص لها بممارسة العمل أو تفرض قيود حسب المنطقة الجغرافية، أيضا في حالة نمو القروض والودائع بسوق الإنترنت الأمر اللي ممكن يأثر على نسب رأس مال المصرف. نحن نعرف المصرف أنه نسب رأس المال أنه كفاية رأس المال، أنه رأس المال يجب أن يغطي الموجودات الخطيرة، فما بالك هون إذا عنا عم تزداد نسبة القروض بشكل كتير كبير فرح تأثر على نسب كفاية رأس المال. أيضا في حالة زيادة التقلب بالأموال اللي ممكن قد تؤدي إلى مشكلات أمنية تؤثر سلبا على ثقة الزبون أو على صورة المصرف، يعني الإيمج للمصرف بذهن العملاء، وخاصة إذا كانت المصرف عم يتعامل مع مشتقات الإلكترونية، يعني المشتقات المصرفية الإلكترونية. إذا مطلوب من المصرف أن يعدل سياسته لمعالجة هذه القضايا. نجي بقى على المخاطر القانونية. ما هي المخاطر القانونية؟ مما تنشأ المخاطر القانونية؟ يعني مخاطر قانونية. امتى المصرف بيتعرض لمخاطر قانونية؟ امتى بيرفع عليه دعاوي؟ اذا المخاطر القانونية بتنشأ بسبب عدم الالتزام بالقواعد والقوانين واللوائح المعتمدة، او عندما عدم تحديد الحقوق والواجبات لاطراف العملية. طبعا طبيعة الأعمال المصرفية الإلكترونية تؤدي إلى أن تظهر حقوق وواجبات الأطراف غير مؤكدة وغير محمية، مثلا تطبيق قواعد حماية الأعمال المصرفية الإلكترونية بعض الدول قد لا تكون واضحة، يعني دول بتطبق قواعد القوانين لحماية الأعمال المصرفية الإلكترونية، دول ما بتطبق، ممكن دول بتطبق لكن ما بتكون بشكل واضح. إذا ممكن أن تنشأ أيضا بسبب عدم التأكد من صلاحية بعض التعاقدات عبر الوسائل، يعني عقد أونلاين ممكن بيعترفوا فيه وبعض الدول ما بتعترف فيه. أيضا الأنشطة المصرفية الإلكترونية هي بحد ذاتها عامل جذب مهم لغاسلي الأموال، يعني هدول اللي بيحاولوا ومصادر التمويل عندهم أو مصادر الأموال غير شرعية، بحد ذاتها يعني هي مخالفة للقانون. إذا بسبب طبيعة عمل المصرف الإلكتروني اللي بيتم عن بعد، المصارف بتواجه مشاكل متزايدة بتطبيق الطرق التقليدية لتحديد وضع النشاط الإجرامي. إذا المصارف أيضا تواجه مخاطر إضافية قانونية تتعلق بالإفصاح للعملاء وحماية الخصوصية. العميل اللي ما بيتم إعلامه بحقوقه والتزاماته بشكل جيد يمكن أن يقاضي المصرف ويعرض المصرف لعقوبات قضائية ببعض الدول. أيضا المصارف التي تتعرض اللي بتقوم بتطبيق خدمة العملاء عبر الإنترنت قد
تتعرض لمخاطر قانونية. قد يقوم المعتدي باستخدام الموقع للعبث بحسابات العملاء، اضطر العميل لمقاضاة المصرف. إذن تنشأ المخاطر القانونية ومخاطر الامتثال عند النمو السريع باستخدام العمل المصرفي، وتنشأ أيضا عن الاختلافات اللي هي الأساسية بشكل أساسي بين الإجراءات الإلكترونية والعمليات الورقية. أيضا أبرز التحديات التنظيمية، طبعا نطاق السلطة القانونية والقضائية، يعني كون المصرف الآن عم يتعامل مع عملاء بشتى دول العالم، هل يمكن له أن يطبق القانون السوري مثلا على عميل بالهند؟ إذا هون عدم التأكد من نطاق السلطة القانونية والقضائية. إذا فهو عم يتعامل مع عملاء طبعا بسلطات قضائية مختلفة. إذا عدم معرفة ما هي قوانين البلدان التي تحكم عمليات المعاملات المصرفية. أيضا في مجال عملية تسليم الأموال واستلام الودائع، يعني إذا في حالة ائتمام بيسلم أموال، يعني يدفع أموال للعملاء الطالبين قروض أو الكفالات أو الاعتمادات، أو إذا هو بيستلم ودائع. أيضا كمان هون تسليم الائتمان والودائع المتصلة بالكشوفات والإشعارات كما هو موجب كما هو مطلوب بموجب القانون. أيضا الاحتفاظ بشأن احتفاظ الوثائق، وثائق الامتثال والالتزام بتعليمات المركزي المطابقة للإعلانات على الإنترنت والتطبيقات والبيانات والكشوفات. أيضا إنشاء اتفاقيات قانونية ملزمة للأطراف المتعاملين بالأنشطة الإلكترونية. للسبب مطلوب من المصارف أنه بعض المتطلبات القانونية والإرشادات التنظيمية. طبعا أول شيء عنا بما يتعلق بالطلب والتحصيل وإبلاغ الحكومة لرصد المعلومات عن التطبيقات والقروض. هذا الشيء مثل حالة تكافؤ الفرص الائتمانية، يعني إنه نحن ما نميز، ما يكون عندنا في نعطي قروضنا لفئة معينة ونهمل القروض لفئة أخرى. إذا حالة تكافؤ الفرص الائتمانية وعدم التركز الائتماني، عدم التمييز بالطلب والتحصيل، وضرورة إبلاغ الحكومة عن مخالفة المصرف بعدم الالتزام بالقوانين عن عمد، إذا هو مصر ما يلتزم. أوكي؟ أيضا الإعلانات، أو خلينا نقول ضرورة أنه نبلغ الزبائن، وهلأ بشوفهم ببعثوا SMS أنه تم إصدار كشف بيانات بهذا الشهر أو مثلا خلال هالست أشهر. إذا ضرورة إبلاغ الزبائن بإصدار الكشوفات والإشعارات وحفظها بسجلات نظامية، حتى نحن عم نشتغل أونلاين، لكن يجب أنه يتم حفظها بسجلات نظامية ومع حفظ صيانة وصيانة خصوصية العملاء. طبعا يجب أن يكون في إشعارات التأمين يتم عرضها بشكل واضح وسليم. أيضا كشف بصفحات الويب مع المخاطر المصاحبة لها، يعني مطلوب أنه نتعامل مع العملاء بشفافية ويتم الإحصاء عن أي مشاكل. أيضا التأكد من هوية العملاء، طبعا يعني الالتزام بمتطلبات قانون السرية المصرفية. طبعا هون اجراءات تحديد هويه الزبون، طبعا هي الاجراءات التي تعرف باعرف عميلك Know Your Customer مثل ما قلنا. وطبعا الان اذا في جانب الكتروني معناتها صار رح بدهم ياخذوها، عاده كنا بتروح لتفتح حساب وبيطلب منك هويتك، جواز سفرك، يعني خراج قيد إلى آخره، فاتورة موبايل يعني. لكن الآن كونك عم تتعامل مع عملاء في مختلف دول العالم، إذن يجب أنك تطور هذه السياسة، أعرف عميلك وإجراءات جديدة لتحديد هوية الزبون. طبعا أيضا تحديد هوية الزبون إذا كانت المعاملات محظورة، يعني تخيل أنه هذا إرهابي مثلا، أو شخص معروف أو متهم به، أو خلينا محكوم بقضايا فساد إداري أو تهرب ضريبي. إذا مطلوب أنه التأكد من هوية هؤلاء الزبائن إذا كانت المعاملات محظورة أم لا، وفيما إذا كان الزبائن في أي قائمة للإرهابيين أو المشتبه فيهم. إذا مطلوب وضع قياس أمني للتأكد من صحة العمليات، مثلا رقم إثبات الشخصية، ويتم يكون أيضا في احتفاظ بالسجلات عمليات المساواة في الفرص الائتمانية وعدم التمييز. طبعا
السلطات التشريعية تقوم دائما بالطلب من المصارف تقديم تفسيرات قانونية في حالة عدم قدرة المصرف على التأكد من تطبيقات القواعد المتعلقة بالتزام العميل، قواعد غسيل الأموال، قواعد التوقيع. طبعا التحدي الأكبر الآن للمصارف قانونيا هو قبول القانون للتعاقدات الإلكترونية طبعا، وأنه تكون هذه التعاقدات الإلكترونية إلى حجة في الإثبات، يعني تستخدم يعني كحجة في إثبات في أمن المعلومات ووسائل الدفع، وطبعا حتى التوقيع الإلكترونية تكون قانونية معتمدة بالقانون ويعتد بها بالمحاكم. إذا طبعا خاصة أنه كل هذه الأمور الجانب القانوني بالجانب للعمليات الإلكترونية كل لكن نسب الالتزام بها بين الدول عم بيكون مختلف. نوصل على المخاطر الاستراتيجية strategic risk. طبعا ما هي المخاطر الاستراتيجية؟ العمليات المصرفية الإلكترونية بتعتمد على الإنترنت من أجل توفير المعلومات للعملاء وأيضا تنفيذ العملات العمليات اللي بيرغبوها. طبعا التطورات السريعة بالتكنولوجيا مع ازدياد حدة المنافسة بين المصارف وبين المؤسسات كلها سواء مالية ولا غير مالية ولا مصرفية ولا غير مصرفية عرضت المصارف لمخاطر كبيرة حتى في حال عدم سلامة عمليات التخطيط والتنفيذ لاستراتيجيات العمليات المصرفية الإلكترونية. إذن إدارة المصرف مطلوب منا الدراسة المتأنية لمدى مساهمة استراتيجية الإنترنت في الحفاظ على تنافسية المؤسسة وربحيتها، وأيضا التأكد من طبعا عدم حصول زيادة غير مرغوبة ببيئة المخاطر. طبعا السلطات الرقابية يجب أن تتوقع من المصارف قيامها بتقييم الفوائد أو الإيجابيات والمحاذير المرتبطة بالخيارات الاستراتيجية للمصرف. إذا مطلوب من إدارة المصرف تقع على عاتق مجلس الإدارة، طبعا مطلوب أنه يتم فهم المخاطر المرتبطة بالخدمات المصرفية وتقييم وإدارة المخاطر الناجمة عن التكاليف المحتملة مقابل العائد على الاستثمار risk and return قبل تقديم أي خدمة مصرفية. شو معنى بكل خدمة مصرفية مطلوب يشوف قد ايه هو الريسك اللي او قد ايه هو الريتيرن وبالتالي قد ايه هو الريسك. احيانا المصرف بظروف الامان العادية دائما بيرجح كونه في امان معناته الريسك قليل، بيروح باتجاه العائد الكبير، لكن بظروف عدم الامان مثلا مثل ظروف حالة عدم الاستقرار المصرف بيروح على استثمار. مطلوب لحتى المصرف يشتغل صح أن يكون عنده فهم جيد لهذه المخاطر للمخاطر، مو دائما يعني التريد اوف بتوين ريسك اند ريتيرن انه يشتغل بشكل صح حسب الوضع الاقتصادي. ايضا يمكن ان تزيد قرارات التخطيط والاستثمار الضعيفه، طبعا يعني اذا قرارات غير مبنيه على معلومات جيده على داتابيز جيده رح تؤدي الى قرارات ضعيفه سواء بالتخطيط او الاستثمار، وهذا الشيء بيزيد من مخاطر المصرف. ايضا اهميه انه المصرف يقدم خدمات مصرفيه مبتكره بعالم جانب طبعا كونه هلا مصرف الكتروني فكثير اهميه الابتكار البانكينج انوفيشن كثير قوي عنده، فاذا عم بيقدم خدمه لاول مره فلها ايجابياتها لكن لها سلبياتها، مقارنه اذا عم بيقدم خدمات مكرره او متاخر بالابتكار كمان لها ايجابياتها بالنسبه لها سلبياتها. طبعا الابتكار اذا هو كان من الاوائل في الخدمات المصرفيه الالكترونيه الجديده طبعا واستطاع المصرف ان يثبت انه قادر على ابتكار خدمات باحتياجات الزبائن، لكن هذا الابتكار له تكاليف وايضا ممكن يساهم بزياده التعقيد، يعني صحيح ممكن يكون عامل جذب لعملاء جدد لكن بالنسبه ايضا ممكن يكون بيزيد التعقيد بالعمليات. ايضا اذا كان متاخرين او المتبنون المتاخرون قادرون على تجنب الارتفاع التكاليف وطبعا خلينا نقول يخففوا من التعقيد، لكن المخاطر اللي هون راح يواجهوها عدم تلبيه طلبات الزبائن على منتجات، يعني هون له ايجابياته وسلبيته. الابتكار له تكلفه
لكن هو عم يقدر يوصل ويقدم خدمات مبتكره، وبالتالي عم يستقطب اكبر عدد من الزبائن. اما اذا كان البنك متاخر في الابتكار، فصحيح عم بخفض تكاليفه وعم بينفذ، عم بيقلد البنوك المبتكره بخدماتها، عم بخفف التكاليف، لكن عم بيكون هو المرتبه الثانيه بعد البنوك اللي مبتكره. اذا هذا كلياته بيساهم بزياده المخاطر المصرفيه. اذا ما هي الاستراتيجيه المرتبطه بالخدمات المصرفيه؟ اذا مطلوب من المصارف ان طبعا لاداره المخاطر الاستراتيجيه ان تولي اهتمام خاص لمدى ملائمه نظم اداره المعلومات لاستراتيجيه عمل المصرف، ايضا اهميه الرقابه الخارجيه. إذا تكاليف المشاركة في رصد الأنشطة يعني رقابة الأنشطة، وتكاليف المشاركة بالإشراف يعني الرقابة الخارجية، وطبعا البائعين مزودي خدمات التقنيات، أيضا تصميم وتوصيل وتسعير الخدمات الكافية لتوليد طلب كاف. إذا مطلوب أن يكون في خدمات جودة عالية من حيث التصميم والتسعير والتوصيل إلى آخره، لحتى نقدر نولد طلب كاف من الزبائن. الاحتفاظ باتفاقات القروض الإلكترونية، يعني احتفاظ بالسجلات بأماكن آمنة مثلا، ويكون في عنا سجلات إضافية احتياطيات وغيرها من العقود الإلكترونية في شكل مقبول وقابل للتنفيذ في حال التقاضي. أيضا توفر دائما الكادر البشري، الكادر البشري المؤهل اللي بيقدم الدعم الفني والتقني. اوكي، وايضا المنافسه الشركات التكنولوجيه، خاصه هي المنافسه الاشرس اللي بتواجه المصارف الالكترونيه، وايضا توفر كفاءات تقنيه وتشغيليه. نيجي على مخاطر الامان، مخاطر السكيورتي ريسك. طبعا وقلنا هي المخاطر اللي هي بتكون بالمخاطر او يعني ترافق مخاطر العمليات، مثل ما حكينا قبل شوي مخاطر السكيورتي ريسك هي موجوده بعمل المصرف بشكل كثير كبير. مخاطر العمليات او مخاطر الامان، اذا هذه المخاطر تزداد دائما بجانب العمل المصرفي الالكتروني. الانظمه اللي كانت معزوله كونه الان عم يشتغل ببيئه مفتوحه، فاصبحت معرضه للانكشاف وممكن تشكل خطر عملي، فمطلوب من المصارف ان يكون عندها ترقب وجاهزيه اثناء مراقبتها وادارتها للمخاطر الأمنية. طبعا عادة ما تقع الاختراقات الأمنية في ثلاث فئات. طبعا الفئة الأولى أنه عندنا اختراقات ذات قصد إجرامي مثل الاحتيال والاختراق الغير مسؤول للبيانات وسرقة معلومات مالية حساسة. اثنين يعني هي اختراقات بالهدف منها هي الاعتداء على خصوصية بيانات العملاء. وأيضا عندنا اختراقات غير متعمدة من قبل قراصنة في الإنترنت، وممكن هذا الشيء يؤدي الى خلل بالموقع الهاكرز يعني، او رفض تنفيذ بعض الخدمات، وقد تؤدي اذا فشل هذا السيستم قد يؤدي الى انهيار المصرف. وجود خلل في تصميم النظم. هلا هون ممكن يعني مثلا مثل شفتوا الفيسبوك مثلا، كثير في ناس عم تورجوا لها في عندها انه احيانا في تصميم النظام بحد ذاته عم بيكون في اختراقات ثغرات تؤدي الى اختراقات امنيه. ممكن تحدث عندما يستطيع صاحب حساب ما ان يقوم بعمليات تحويل من حساب لاخر، من حسابه لحساب عميل اخر. اذا ممكن هي الشغلات تؤدي الى اثاره مخاطر الائتمان الامان. كيف يتم ادارتها؟ إدارة مخاطر الأمان، إذا العديد من المصارف تخضع أنظمتها دائما للفحص الدوري من أجل كشف الخلل والثغرات، وأيضا الاستعانة بنظم لكشف السرقة، وبتكون عندها حساسية عالية وبتكون أكثر حيطة ومعرفة عن مدى تكرار حدوث هذه الأخطاء والأعطال، وتكرار المحاولات الفاشلة أو التنبؤ بعدد أو عدد مرات المحاولات الفاشلة لاختراق النظام. طبعا أكثر نظم الحواسب حساسية اللي بتستخدم لتنفيذ الدفعات الكبيرة أو تستخدم لتخزين معلومات تتمتع بسرية عالية. إذا مطلوب أنه هذه الدفعات الكبيرة والمعلومات السرية يكون في عندها عوامل أمان أعلى من مثلا المتعلقة بتنفيذ دفعات قليلة أو بيانات عامة للمصرف. إذا تميل لأن تكون أكثر شمولية من حيث الأمان. فكلما كان احتمال الخسارة لدى المصرف كبير، كلما كان احتمال الحدوث قليل بسبب استخدام هذه النظم الحساسة.
ايضا عندنا مخاطر السمعه. مخاطر السمعه بتؤدي الى طبعا قلنا هي من اهم المخاطر بواجه المصرف. مخاطر السمعه تؤدي مخاطر يعني اداره المصرف بتاثر بشكل كثير كبير على مخاطر السمعه او مخاطر المصرف. طبعا ما هي الاعمال المصرفيه اللي بتاثر على سمعه المصرف؟ فقدان الثقه، اصلا عمل المصرف بحد ذاته هو مبني على ثقه الاطراف فيه. اذا فقدان الثقه نتيجه لنشاط غير مصرح به على حسابات الزبائن، يعني اذا موظف افشى بيانات عملاء فهو بيؤدي الى فقدان الثقه، وهي بيؤدي الى مخاطر زياده مخاطر السمعه. مثل ما قلنا افشاء او سرقه معلومات سريه خاصه بالزبائن مثلا من قبل اطراف غير مخولين، والفشل في ايصال طلبات التسويق، عدم توفير الخدمات الموثوقه بسبب التكرار او مده الخدمه، يعني يصير في اعطال مثلا، والشكاوى الزبائن لصعوبه استخدام او عدم قدره الزبائن التعامل مثلا مع الصراف، مع البطاقات، مع وبالتالي ان المصرف ما يكون قادر على حل هي المشكله وتقديم المساعده. ايضا الخلط بين الخدمات اللي يقدمها المصرف والخدمات اللي بتقدمها الشركات التجاريه المرتبطه بالموقع، فيعني خلط بالخدمات وبالمسؤوليات. إذا هناك مجموعة من الإرشادات لمعالجة مخاطر المصارف الإلكترونية. طبعا أبرز التحديات هي عندنا تحديات فنية وإدارية. طبعا التحديات الفنية اللي تشمل الجانب الفني التكنولوجي الأجهزة الآلات أو والجانب، والتحديات الإدارية هي اللي بتتعلق بالكادر البشري، الجانب الإداري والسيستم. طبعا الفنية مثل ما قلنا مع الهاردوير والسوفتوير ومشكلات النتورك ومورد الخدمة، طرق الدفع، السيكوريتي، اي ابتكارات فنية تكنيكال انوفيشن. اذا هي ابرز التحديات. والتحديات الادارية طبعا التقنية بتأثر على ادراك الزبون لمعيار الجودة، يعني الان جودة الخدمة المصرفية الالكترونية صار لها معايير مختلفة عن معيار جودة الخدمة المصرفية اللا الكترونية. طبعا هذا الشيء بينعكس على ردود افعال مقدمي الخدمات اللي هدفهم انه مقدم الخدمة دائما انه يلبي احتياجات الزبون. طبعا هذا الشيء مطلوب انه يتعامل مع التغييرات التنظيمية والابتكارات ضمن اطار جيد لهذه الخدمة. المدير الآن بالمصارف الإلكترونية مو بس هو مدير مصرف، مطلوب منه أنه هو يكون عنده إلمام جيد بكل الجانب التكنولوجي واطلاع دائما على كل ما هو جديد. يعني المدير أصبح بمثابة مصمم لمواقع الإنترنت بشكل أنه يكون هذا الموقع بمثابة هو كأنه فرع وعم بيقدم كل الخدمات للعملاء بوين موجودين بنفس الكفاءة، وهن بالتالي مسؤولين عن إدارة المعلومات المنشورة عبر الإنترنت. رح نشوف عندنا مجموعة من الإرشادات. المطلوب إنه أي جهة بدها تتعامل معه وبحذر. إذا ضرورة التطوير المستمر في أداء المصرف لرفع مستوى كفاءة التشغيل. مثل ما قلنا مطلوب من المصرف إنه يقدم خدمات بجودة عالية بأفضل وقت بأقل تكلفة. ومثل ما قلنا كون الزبون الان بكبس الزر بينتقل من مصرف لاخر، وبالتالي العميل اصبح اكثر وعيا وقدره على التعامل مع كافه انواع التكنولوجيا، وايضا بده خدمات بجوده اعلى. اذا بده جوده اعلى، وبالتالي مطلوب ضروره التطوير والتغيير للمفاهيم التقليديه للاعمال المصرفيه، وطبعا تطوير القواعد لحتى تنسجم وتكون موافقة مع فكر وممارسات الأعمال المصرفية الإلكترونية. طبعا ضرورة مواجهة المنافسة الحادة، وهذا الشيء دائما المصرف سواء إلكتروني ولا غير إلكتروني موجودة، وأيضا وضع السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الناتجة عن التعامل بالنقود الإلكترونية من بطاقات ائتمان، شيكات، وحتى مصارف إلكترونية أو مصارف افتراضية. ايضا حتى نخفف من المخاطر القانونيه يجب ان يكون عندنا معرفه كامله بالقوانين والتشريعات المصرفيه الدوليه، خاصه فيما يتعلق بالنواحي الالكترونيه، ونعرف انه بازل حكت بموضوع اداره مخاطر المصارف الالكترونيه بشكل جيد. اذا مطلوب من المصارف ان تلتزم فيها ويكون عندها المام جيد، اهتمام ببرامج مكافحه الفيروسات، وهذا
هذا الشيء مايت المصرف من برامج الهاكرز من الفيروسز ووضع أسس مناسبة لاكتشاف محاولات وحماية نظم الاتصالات، وأيضا ضرورة تعريف وتحديد احتياجات ومتطلبات المتعلق بالأمان، تحديد المخاطر الأمنية ووضع الضوابط والوسائل فهم واستيعاب تقانات تأمين البيانات وتشكيلية حمايتها وتطويرها، وضرورة فهم وتحميل واستيعاب ما هي الأعمال المصرفية الإلكترونية، ما هي خاطرة، ما هو متوقع منا. إذا إيجابياتها وسلبياتها كلها ضروري إنه يكون في فهم جيد للعمل المصرف الإلكتروني. طبعا بالنتيجة إنه تاريخ إدارة المصارف يعني التعامل مع المخاطر المصرفية ليس بجديد، لكن شفنا الآن طبيعة العمل العمل الإلكتروني جانب التكنولوجيا جانب الوسيط الإلكتروني خلق مخاطر بنوعية أخرى وبآثار مختلفة وبأولويات مختلفة. إذا المصارف دائما هي بحد ذاتها دائما ببيئة يعني بانكينج ريسكي بزنس يعني بطبيعته، فما بالك إذا كان هلأ صار في عنا جانب إضافي بالعمل اللي هو جانب التكنولوجي. إذا تاريخ إدارة المصارف يبرهن على أن تتعامل مع مختلف المشكلات والأسئلة التي تطرح حول الموضوع بدقة وحذر، وبالإضافة لضرورة وضع الحلول وجمع المعارف المرتبطة بمختلف أنواع. طبعا باعتبار المصرف هو مؤسسة مالية خدمية سواء كان إلكتروني ولا غير إلكتروني، فرضا الزبون وجودة الخدمة ورضا الزبون عنا هي من الأساس، ظل هو الأساس. إذا جودة الخدمة عبر شبكة الإنترنت هو ضمان لتحقيق الربح سواء فترة بالأجل القصير أو على المدى الطويل، يعني بقاء المصرف مستمر بعمله هو قصير والطويل هو عمل مهم جدا، ورد الزبون بيلعب فيه دور أساسي. أيضا البنية الإدارية يجب أن تتصف بالمرونة وتكون قادرة على التكيف مع أي مستجدات بالعمل المصرفي الإلكتروني مع البنية التحتية التكنولوجية. إذن وبشكل يتم إعادة هندسة النظام كلما كان طبعا هذا الشيء بيودينا لنتيجة أن المفاهيم الإدارية الحالية لا تقدم مرونة ودعم كافي لقرار مدير الأعمال المصرفية الإلكترونية. يعني يجب أنه تطوير هذه المفاهيم الإدارية الحالية لتواكب احتياجات ومتطلبات المصارف الإلكترونية. إذن ضروري إذن لنجاح هذه الخدمات هذه المصارف بعملها من أسباب الخلل ومعالجتها بالوقت المناسب، وهيك بتكون انتهى بحثنا بالمخاطر المصارف الإلكترونية. استعجلنا شوي بالأخير بس مشان ما نطول عليكم. طبعا هذا البحث هو البحث الأخير بمادتنا، وبالتالي طبعا بدك تقول لك ممكن يجي الأسئلة منه، ممكن كتير تجي الأسئلة يعني انه مثلا مخاطر السمعة انه انا تقدر تميز انه افشاء او سرقة معلومات سرية خاصة بالزبائن واطراف غير مخولين انه هي جزء من مخاطر السمعة وليست من مخاطر الائتمان. يعني اكيد الطالب بده يكون قادر انه يميز بين أي نوع من المخاطر ومن كيف يقوم المصرف بإدارة المخاطر. أوكي؟ يعني المصارف تستطيع أن تطور نظم كشف السرقة. طبعا نحن هون وقت عم نحكي كشف السرقة أكيد ما عم بحكي عن مخاطر استراتيجية ولا عم بحكي على مخاطر ائتمان ولا على مخاطر، إذا أنا عم بحكي عن مخاطر أمان. أوكي؟ طبعا رغم انه مخاطر الامان والعمليات هن كتير بيشبهوا بعض، اذا بنكون عندنا قدرة ان نميز بيناتهم. مخاطر استراتيجية مثلا شو معناتها، اوكي شو هي المتطلبات القانونية لمخاطر الامتثال والقانونية الكومبلاينس، يعني هي مثل ما حكينا عن الكومبلاينس يعني هو التزام بتعليمات المصرف المركزي. واضح؟ في أي سؤال عن جلستنا اليوم؟ طبعا الأسئلة بالمادة هي مثل ما قلنا MCQ و True and False، والأبحاث المطلوبة هي الأبحاث اللي عطيناها فقط لا غير. إذا الفصل الخامس بالمحتوى العلمي للمادة غير مطلوب.
والعلامات على شو بنركز؟ بنركز انه هلا اذا الحضران صار بيقدر يكون عنده مثلا خلينا نقول فهم افضل للمادة، هي الاسئلة ابدا مو صعبة، فبس بدها شوية دقة، يعني في دقة بالاسئلة. اوكي، علامات الوظيفة أنا مباشرة هلأ بس يخلص، بتعرفوا إنه مددنا بسبب تعليمات، لأنه في طلاب كتير بمناطق عم تقطع الكهرباء، فتم إعلامنا إنه يجب تمديد الوظائف لأربعة واحد، فمددناهم، وأنا ما بلشت التصفيق لأني أنا بنتظر لحتى يتم التسليم النهائي من قبل كل الطلاب. فعمليا راح نعطي فترة للاعتراض، مثلا طالب مو ظاهرة علامته، احيانا ممكن تكون موجودة على السيستم بس احيانا نقلة ونشرة ممكن للطلاب بالببلشينج، ممكن احيانا يصير في خطأ بالسيستم بحد ذاته، يعني ما تفكر هيك. غير هيك اذا الطالب بده يعترض على علامته او على، وما تنسوا يعني تشيكوا ايميلاتكم ويتم الاعتراضات مشان ما تروحوا للاعتراضات الالكترونية. اوكي، ف يعني يصير في مشاكل. اوكي، ولا انا بحب اوكي، لا يعني اعتراض الكتروني، نوصل لمرحلة الاعتراض الالكتروني، كل طالب حقه يعترض اذا عنده اي مشكلة او شاف علامته غير عادلة، رغم اني انا يعني صراحة يعني بالوظائف ما كتير بدقق يعني بشكل كتير كبير على الوظيفة، يعني خاصة بهي المادة باعتبار انه الجانب التكنولوجي لساته ضعيف عنا. فبتشكر حضوركم، بتمنى تكونوا استفدتوا من مادتنا، وبتمنى لكم اعلى العلامات بالوظيفة وبالامتحان وكل موادكم، وان شاء الله تكونوا يعني تشوفوا الخير، ونشوفكم ان شاء الله من طبعا ناجحين بحياتكم العلمية والعملية والعائلية. أتمنى التوفيق للجميع، يعطيكم العافية. وإذا صار عندكم أي سؤال ما حدا يتردد ويبعت إيميل، أوكي؟ هذا حقكم. شكرا لحضوركم، موفقين إن شاء الله. باي.